والله سبحانه وتعالى خلق الدواء وخلق الشفاء وجعل الدواء وسيلة للشفاء، ولكن الدواء لا يعني الشفاء. الشفاء يمكن يأتي دون دواء، والدواء يمكن أن لا يؤدي إلى شفاء، يمكن يؤدي إلى علاج، إلى معالجة ويتم الشفاء بعدها. العلاقة النمطية بين أن الدواء يعني شفاء هذه علاقة خاطئة تماما. يجب على الطبيب أن يدرك هذا الأمر، أن الدواء شيء وأن الشفاء شيء ثاني. الدواء تدبر بشري والشفاء عطاء إلهي. الدواء هي خلاصات وعصارات وأفكار وتطبيقات معينة كيماوية طبيعية وغيرها من الأمور حتى سنبينها إن شاء الله. والشفاء هو شيء آخر، هو عطاء من الله، هو نتيجة يحققها ذلك الدواء وذلك العلاج، ويمكن أن تكون له سبل كثيرة، سنتكلم عن بعض سبوله حسب كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم هو مرجعنا في هذا الأمر. علم الأدوية كعلم ينقسم إلى 70 باب كبير. هذه الأبواب الكبرى لعلم الدواء أو علم الأدوية، أحدها ما بدأت بذكره وهو علم الخلاصات الكيماوية. كان القدامى يتكلمون عن علم الطبائع والأمزجة، ويتكلمون عن الخيمياء ويتكلمون عن الكيمياء، ولكن آل الأمر إلى ما آل إليه الآن من علم الأدوية كمستحضرات كيماوية وكوصفات، وهنالك نوعيات كثيرة لهذا الباب، وإن كانت اليوم قد حصرت في الجانب الكيماوي أو غلب عليها ذلك. علم الأدوية يبدأ بفهم هذا العالم الذي نحن فيه. فالدواء معطى إلهي للإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا المعطى مبثوث منثور منشور في هذا الكون ككل. فالهواء دواء، الأكسجين دواء، والماء دواء، وأشعة الشمس دواء، والطبيعة أيضا دواء، والجوانب التي تبثها طاقات الكون فيها الكثير مما يشفي ويعالج. ثم أحجار تبث إشعاعات وطاقات تداوي الإنسان. المرأة ليست المرأة، مرأة شيء، أن يرى الإنسان الطبيعة الخضراء الغناء، هذا الحبور والسرور يداوي. النغم والموسيقى لها أثر عجيب، الألوان لها أثر كبير، الطعام والشراب والحركة والرياضة أيضا ضمن علوم الأدوية. ثم أدوية تتعلق بما يشرب وليس فقط المستحضرات الكيماوية، وثمة أدوية أو علم يتعلق بجوانب الحركة وتأثيرها، فنون الدفاع تندرج ضمن ذلك، وثمة علاقة وعلم يتعلق كذلك بالخصائص الطبيعية التي أودعها الله في ملكوته، حتى نصل إلى علوم الأدوية المعنوية. الحكمة والفن والثقافة كلها نوع من الأدوية، لأن العلم علاج لمرض الجهل، والإيمان هو دواء يداوى به مرض الكفر، وكذلك التسليم هو دواء يداوى به ويعالج به مرض العناد والجحود. وهذه كلها لها علاقات وعلائق معنوية، وهنالك الجوانب الفكرية والجوانب الثقافية والجوانب الاجتماعية، فالمجتمعات تمرض كما يمرض الأفراد، ولها أدوية. وعلوم الاستراتيجية والعلوم السياسية كلها تتعلق بمداوات المجتمعات من أمراض تصيبها، وكذلك الأهواء أمراض. والحق الذي نزل على الأنبياء هو دواء، فالأنبياء أطباء يحملون أدوية، لذلك القرآن الكريم هو شفاء وعلاج وهدى، وهذا الهدى هو سبيل لإشفاء النفس البشرية حتى تخرج من الجاهلية إلى الإيمان، من الجاهلية إلى الإسلام، ومن الظلمات إلى النور. والظلمات هنا لفظ يتعلق أيضا بأمراض، والأنوار أدوية، فكل نور له خاصية، كل نور له خاصية دوائية إشفائية. عندما ندخل في مناطق النور لا نتكلم فحسب عن جانب الدواء، إنما نتكلم عن جانب الإشفاء. يجعل له نورا، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فمن كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا بين يديه
ومن خلفه يمشي به بين الناس، هذا كله يبين شساعة نطاق هذا العلم.